سعيد جدا بمشاركتي في ورشة العمل الروائي اللي عادها معهد بيت الكتاب في دبي. تجربة ثرية كانت برفقة الدكتور محسن الرملي وهو روائي عالمي عراقي إسباني. تعلمنا من خلال الدورة كيفية الكتابة وأساليب الكتابة الموجودة إن كان في الشرق أو حتى في الغرب. قبل دخول لهذه الدورة كان هناك مشروع عمل روائي ولكن توقفت عنه بعد دخول لهذه الدورة لتعلمي تقنيات جديدة في عالم الرواية وأسلوب جديد ونظرة مختلفة للعمل الروائي. أشكر كل القائمين على هذا المعهد وتحديدا الأستاذة فرح المهيري والمستشار مانع السويدي اللي يعني أتاحوا لنا المجال للمشاركة ويعملون على إعداد جيل إماراتي من الكتاب الشباب القادرين على كتابة الرواية وإيصالها أو إيصال الرواية الإماراتية إلى المستوى العالمي. اختتمنا اليوم الدورة الأولى من ورشة الكتابة أو الكتابة الإبداعية وخاصة كتابة الرواية، وفي رأيي والرأي الأهم هو للطلبة أنه كانت ناجحة ومفيدة وقدمت فيها أعمال جيدة. بعض الأعمال كتبت أثناء الورشة على ضوء ما تم تعلمه في الورشة فكانت ممتازة جدا، وهناك نصوص أخرى كانت سابقة لها وكان حتى بعض الطلاب يعني كانوا يهيئونها للنشر، ولكن بفضل الورشة والآراء المشتركة تم إعادة صياغتها، فشعر الطالب أنه الآن هو أكثر ثقة بتقديمها. أعتقد ورشات مثل هذه مهمة، دائما هناك من ينبهنا إلى أشياء، فهذه الورشة مشروع مهم ومشروع ناجح على المدى الطويل لأنه يؤسس لكتابات قادمة وسوف نراها في المستقبل، نرى ثمارها. Thank you.